الله تعالى وبركاته، متتبعين الأنبياء، صلوا على الحبيب. كيفاش نلاقيو القفطان بالخراب؟ هيا أنا الشم هذا يعني لقيته باش نوريكم الطريقة نتاعها. علاش؟ هي يعني كتعمل اللقية الأولى، اللقية الثانية، اللقية هادي. كنلاقي هادي وهادي هي الأولى، وعاد كنلاقي كنجمع القفطان كامل بهادي، هادي الوسط. الوسط هي اللي كنلاقيها كامل، هي تاد كنوصلها للكم. المهم المغاربة غيعرفو هاد الفصالة هادي بالخراب على يدك. ها هي يعني دابا انا غنلاقي جوج قطعات، هي يعني هادي عريضة على هادي، على الراس حين غنطويوهم في النص غتشوفو الفرق. هذه اللي عريضة كتكون في الجهة أسفل الخفطة قدام ليها. لاقي هادي هي مهم، هادي كتلقى بهادي، وهاد الجهة التانية هتلقى هتما هالجهة الأسفل، يعني ثلاثة ديال اللاقيات ثلاثة. ونفس الطريقة لقيت هادي، هنلاقي هادي ها ثلاثة القطعات، جوج قطعات يعني هادي صغيرة الحجم الصغير هو اللي عيكون تحت الإب، يعني تحت الإب، وهذا عيكون في الأسفل. الثانية هي النهاية، دائما القطعة الكبيرة هذه الثانية هتلصق هنا مع الجهة هذه. هذه القطعة من تحت يعني من فوق،
تشوف انا غسلت هذيك القطعه الاولى، راح نجيب القاع القاعده القطن هذا يعني اسفل القطن نلصقه حتى هو هنا. هاتوما السلام عليكم، هاتوما الدماقي أنا هنا، ديك القطعة اللي قلت لكم، القطعة اللي كتزاد، القطعة هادي، يعني غنتلاقي فيها مع القفطان، يعني ديك جوج القطعات اللي كنلاقيوهم.
ثم نعود معكم واحدة يعني باش تشوفوا. ثم كديروا ضربة في الخيط في الثوب، ثم كتشوفوا وضربة في الثوب حتى هنا، كدير في الخيط في الثوب في الخيط في الثوب. جوج هنا هذا الخيط واحد، كتجي زوينة ما شاء الله، والله زوينة وخفيفة. نخليكم دابا حتى نكمل الاخير يعني حتى الاخر ونوريكم الشكل. ساليت معاكم ديك القطعه كامله، ما بغيتش يعني نوري من الاول حتى الاخر لان نطول عليكم الفيديو بزاف، هو طويل وغنزيد نطول يعني فائدة يعني بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر. المهم هنا لقيت هاد القطعه مع هاد القطعه مع هاد الظهر الثوب، لقيت القطعة الثانية اللي كانت اللي وريت لكم هي الأولى، يعني قد درت بجوج، ثم لقيت بجوج، يعني هاد القطع كنبداوهم من أسفل القندور، ما الأسفل. حتى لكم بدكم ها هو الكتاب، هذا هو الكتاب تل هنا. ومن بعد غنوريكم ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله غنوريكم كيفاش كتلصق هاد القطعه ديالكم مع هاد القطع هادو الخراط. يعني احنا الخياط مغربي ولا مغربيه يعني عيفهم هاد الخرط هادو، يعني الخدمه باينه وتبان ليه باينه. المهم احنا نكملوا هاد القطعه هادي، بسم الله على بركه الله. والملاقيه سهله دغيا كتطلع، يعني ما كتاخذش الوقت اللي يدخ فيه ان شاء الله، كي يعني دغيا ما يكمل القفطان. ضربة في الخيط وضربة في الثوب،
الخيط هذا التمنية، يعني اش عندير ليه؟ غنخشيه هنا في التوب هكا، هكا خرجو هنايا، يعني كنخشيه وسط يعني كنخشيه في وسط التوب هنا، وكنخيط عليه باش ما كتبانش، ما كيبانش ديك الخلطة، ماشي تخليه هكا خارج ولا هاديك. من بعد كنقطعو بالمقاس اللي كنكمل، مكيبانش قطعتو، مع دير الخيط الجديد بحال باقا كتكمل بالخيط نفسه. Thank you.
ثم كما كتشوفوا انا كملت كملت هاد القصه اللي كانت بنين كانت منها كنشد دابا صافي كما كتشوفوا هذه القطعه هذه دابا لصقوها مع الكم بحال هكا المهم كنتنيو هذه هي هكا كنتنيو هكا المهم انا غنكمل الخياطه هذه ديال هنايا ياك من بعد ان حنا نشد هكا وهذه غتمشي هكا تلاقى هنا ويا فيديو اخر ان شاء الله فيديو آخر إن شاء الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.